الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، بمشيئة الله عز وجل تستقبل مديرية أوقاف القليوبية اليوم الأحد الموافق 11/10/2020 الدفعة 17 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 3 أطنان، وسيتم تسليمها بمشيئة الله إلى 10 إدارات فرعية تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وبذلك يصل إجمالي ما تسلمته مديرية أوقاف القليوبية حتى تاريخه 53 طن. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا العمل في ميزان القائمين عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصل اليوم 3 طن من لحوم صكوك الأضاحي، ليصبح العدد الذي وصل إلى مديرية أوقاف سوهاج 53 طن من لحوم صكوك الأضاحي، ليتم توزيعها على الإدارات والمناطق الفرعية التابعة لمديرية أوقاف سوهاج، لتوزيعها على القرى الأشد احتياجاً، ذلك مشروع صكوك الأضاحي، المشروع القومي العظيم التي تشرف عليه وزارة الأوقاف برعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. اليوم أحد 11/10/2020 تسلم مديرية أوقاف المنيا دفعة 14 من لحوم صكوك الأضاحي بوزارة الأوقاف هذه الدفعة زنت 3 أطنان، ليصل مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف المنيا من لحوم صكوك الأضاحي إلى 53 طن لحوم صكوك أضاحي هذا العام تسلمتهم مديرية أوقاف المنيا من وزارة الأوقاف. مديرية أوقاف المنيا وبقياداتها تتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور الوزير محمد دكتور جمعة وزير الأوقاف لاهتمامه بالمحافظة، حيث سيتم توزيع هذه اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية كالمعتاد والمتفق عليه، شاكرين للجميع حسن التعاون وتمنينا من المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020 تم استلام الدفعة 14 من لحوم صكوك الأضاحي مديرية أوقاف قنا وقدرها 3 أطنان، فيكون إجمالي ما تم استلامه إلى الآن كميات وقدرها 53 طنة لتوزيعها على الإدارات الفرعية على الأسر الأولى بالرعاية بناء على توجيهات معالي الأستاذ الدكتور الوزير حفظه الله ورعاه. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اليوم الأحد الموافق 11/10/2020 تسلمت مديرية أوقاف أسيوط الدفعة رقم 14 من لحوم صكوك الأضاحي والبالغ قدرها 3 طن، ليبلغ إجمالي ما تسلمته المديرية حتى الآن 53 طن من لحوم صكوك الأضاحي، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة أسيوط بناء على تعليمات وتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.